الله يعطيك العافيه ابو فهد، الله يسعد لك الدنيا والاخره. اللهم امين. ابو نزال اذا ما لك امر. السلام عليكم. افتح مايك يا حبيبي. مفتوح والله مفتوح. حلو روح. تمام. اقول يا الفريد انا احبك وانا جدا مبسوط فيك. انت شخص اسعدتني ما خيبت ظني فيك، لاني انا كنت هاقي فيك هقوات كثير وانت صرت قدها. انا كنت حاط ببالي انك انت شخص ما راح تدخل ولا برايم وسويتها، وشخص راح توصل النهايه ووصلته، وانك راح تكون متفرد بكل شيء وسويت الشيء هذا. فانا فخور جدا فيك لانك ما خيبت ظني، وهذا العشم فيك وهذه عوايدك. من ضمن الأهداف ومن ضمن الطموحات والهقوات اللي هقيت فيك أنك تأخذ المركز الأول، وإن شاء الله ما بقل الساعات القليلة وتحقق الهدف وتحقق الهقوة اللي أنا هقيتها فيك. فكمل جميلك ولا تخيب ظني فيك، الله يسعدك ويوفقك. والله يسعد جمهورك، نحب جمهور الفريد كثير وأحبك من حبه. الله يسعدك ويوفقك ويسهل أمرك. الله يعطيك العافية أبو نزال. ننتقل لعبد الله الكرعاني إذا ما عليك أمر أبو شايع. السلام عليكم. السلام ورحمة